بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا. النهارده هنتكلم في مشكله كتير بيسالوا عنها ويسالوا عن حل، وهي مشكله او طلب يعني تضخيم الصدر او تضخيم الوجه. اللي عندهم يعني ممكن الجسم او الوجه ما يتناسبش مع الجسم، المشكله ديت كتير يشتكوا منها وبيتأرقهم، ويعني هو الانسان بيطلب الجمال او يطلب نسبة معينة بدل ما نتجه اتجاهات اللي هي الكيميائية او الخزعبلات اللي انا شفتها وسمعتها، هي اساسنا نشأنا عليها وتربينا عليها، ودي اللي مستخدم في الحلقة بتاع النهاردة. وجدوه في مقابر الفراعنة، ووجدوا ملكات الفراعنة كانوا بيستعملوه والعرب بيستعملوه والاقدم من اقدم العصور، وما وجدوا النبتة دي وهي الحلبة. حتى قيل عنها ان لو يعني لو قورنت بوزنها ذهب لاخذوه، اللي هي الحلبة الحصبي. الموضوع هيتم ازاي عشان نعالج المسألة ديت او نشوف؟ وبعدين في قبل ما نقولها هقول احذر، يعني استعملتيها وما جابتش فايدة يبقى نشوف علاج هرموني، اما لو جابت فايدة يبقى خلاص الحمد لله، انا مش محتاجين حاجة بالنسبة للهرمونات. المجربة عبارة عن ايه؟ كوب من الحلبة الحصبي، كوب من الحلبة، بنفس مقدار الكوب بحط عليه كوبين مية. ممكن استعملها حصى زي ما هي، وممكن استعملها مطحونة زي الطحنة دي كده، ممكن الاتنين، يعني ممكن اطحنها وممكن استعملها حصى زي ما هي. بحط على الكوب الحصى ده او المطحون كوبين ميه، كوبين ميه او كوبين ونص مثلا، وبغليها. انا ممكن اتجنب ريحتها من البدايه، احط معاها اي شيء، يعني ممكن احط مع الكوب معلقه مثلا وليكن مطحون الروزميري، يعني مع الكوب بحط معاها معلقه صغيره، معلقه بالحجم ده، عشان تغطي على ريحه الحلبه اللي احنا يعني بنتأفف منها وهي مؤثره. ولكن هي مع الغالي، ولما يتم كده مش هنلاقي الريحه بتاعتها، لان هنا انا بوصلك انك تعملي زيت الحلبه، يعني احنا هنا هنعمل زيت الحلبه. فلما اغلي كوب الحلبه الحصب مع كوبين الميه او الكوبين ونص او كوبايتين ونص، بسيبهم لغايه لما احس ان يعني نص الميه اتبخر، وبص وبنلاقي الحلبه بدات ان هي تستوي وبدات تبقى طريه يقولوا عليها بالعاميه تتهري، يعني تتهري في من الغليه، يعني بنسيبها حوالي ربع ساعه على النار لغايه ما لحين ما او لين بلغه الخليج، يعني لما تستوي. بعد ما الحلبه تستوي على النار واحس ان الميه اللي انا حطيتها بقت النص، يعني كوبايتين ونص، حسيت ان هم بقى ايه اقل، يعني اتبخر منها حوالي كوب وهي لسه على النار، بقوم ضايفه كوبايه زيت. يبقى انا واخد حاطين كوبايه حلبه، هنحط مقابل لها كوب زيت. طيب احط زيت ايه؟ ممكن احط زيت زيتون، ممكن احط زيت سمسم، ممكن احط زيت دوار، ولكن انا بقول الافضل زيت الزيتون، المناطق اللي متوفر فيها زيت زيتون. طب مش متوفر زيت سمسم، يبقى زيت اللي مش متوفر فيها زيت زيتون يبقى زيت سمسم، مفيش زيت سمسم يبقى زيت الدوار وهو اقلهم، لكن انا بفضل زيت الزيتون ويليه زيت السمسم. وفي الغالب كل اجزاء بلادنا متوفر فيها زيت الزيتون وزيت السمسم، ممكن منتشر في العالم، واللي في اوروبا بامر الله موجود عندهم زيت الزيتون ويمكن اجمل من اللي عندنا. تمام، انا ما بعملش دعايه ولا حاجه. بعد ما احط الزيت بسيبه شويه لحين ما احس ان الميه انتهت خلاص، ما عادش فيه ميه في المخلوط بتاعي، ببدا اقلبه كويس واسيبه يبرد. وبعد ما يبرد في طريقتين، اذا كنت انا عاوز استعمله كزيت حلبة بس في امور تانية ممكن اصفيه. طب انا هستعمله يعني لمنطقة الصدر والوجه والكلام ده، اللي عاوز يكبر يعني يسمن الوجه او يضخم الوجه او اي امر، يعني هو حسن وجهها يعني ضعيف او اقل من اللي طالباه، منطقة الخدود والمسائل دي او السادي والكلام ده، ممكن اسيب حب الحلبة زي ما هو، وبعد ما بيبرد بديله طحنه او ضربه في الخلاط، يعني بحس ان انا اخليه زي المستحلب كده. بعد ما يبقى مستحلب خلاص بسيبه يبرد، بحتفظ بيه في الثلاجه. طيب طريقه الاستعمال بقى، طبعا بعد الحمام
او اكون جسم نظيف. انا دايما بحب اي شيء يعني يفضل بعد الحمام للمحافظه على البشره. باجي عند المنطقه اللي انا عاوز اضخمها، فباخد من المخلوط اللي انا عامله واحط عليه، واحط عليه يعني اضعه عليه، يبقى هو قريب من المرهم، عامل زي المرهم كده ولكن سايل شويه. احط عليه واسيبه لا يقل عن نصف ساعه لحين ما يجف، يعني لحين ما احس ان البشره امتصت. ليه؟ البشره لما تمتص هيدخل يتغلغل في الخلايا وفي الغدد اللي موجوده في الداخل، هيبدا تستفيد منها ومن المواد الفعاله اللي موجوده في الحلم. بعد ما تجف بنظف المكان تاني، ان كان وجهي بغسله بميه فاتره، وبلاش نستعمل الصوابين الشديده، ونكررها يعني مرتين في الاسبوع. ويا ريت ما نتسرعش في الحكم على المجربه، يعني ما اقولش انا استعملتها، ويا ريت يعني اي احنا النهارده بنتكلم في حلبه، لكن لو اتكلمنا في اي امور تانية لازم اتحرى الدقه في اللي انا بجيبه، الشيء اللي انا بجيبه. يعني ليه حد بيشتكي مثلا بيقول لي انا كلت الامر الفلاني الطعم وحش؟ بالعكس، انا موجود عندي في البيت والله وبناكله، وناس كتير بياكلوه، اللي هو مثلا بذر المورنجا، ما انت ممكن تروح جبته من عند واحد ما عندوش ضمير، جبت شيء تالف، جبت حاجه بايظه. واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، بس انا كان ليا كلمه عتاب، يعني القناه قناه علاج او تداوي بالاعشاب، لا هي قناه سياسيه ولا هي قناه دينيه، بابي مفتوح، وفي ضيافتنا اي انسان من نسل ادم عليه السلام، لا دين ولا سياسه، ديننا هو الله عز وجل. انا لا يعني بحترم كل انسان، انت راجل يعني، انا بقول القناه قناتكم، بلاش حد يعلق على حد، بلاش حد يسف حد، شتمتوني او تطاولت عليا او غلطت فيا، انا ما عنديش مشكله، انا معرض نفسي لكده، لكن الضيف اللي عندي رجاء ما حدش يطول عليه، ما حدش يخش يقول لحد انت كذا، انت مالك، مالكش بيه، مالك، انت خليك لحالك، انت ليك فكر ويعني وما شاء الله عليك، اعمل لك قناه، روح اصرف كده وهات كاميرات واصرف وقاعه كده واعمل لك قناه واقعد صور واقعد شوف واعمل مونتاج واعمل 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 واعمل، شوف اللي احنا بنشربه قد ايه واعمله. زي اللي داخله تقول لي انا عملت لك اشتركت في القناه وعملت لك لايك وفعلت الجرس ومش عارف ايه، والمجربه دي لو طلعت مش كويسه انا هسحب اشتراكي. يا ستي مع السلامه، الف زي كان عندي ناس بسم الله ما شاء الله 300 كذا و50 الف، ناس محترمين جدا ما شاء الله عليهم، يمكن القله اللي انا بوجه الكلام ده يمكن ما يتعدوش على صوابع ايد واحده. فانا بشكر كل انسان حب القناه وكان متواصل معانا وعبر عن مشاعره، فرجاء بلاش يعني، خلوا الامر للكل، احنا نعتبر يعني او مش نعتبر، احنا ادميين، احنا بشر، لو جاء اي مخلوق ولنا انا ملاحظ ان في اصدقاء كتير على القناه من مختلف البلاد ومختلف الديانات، نحترم بعض، لانك انت لما تسيبه انت ما بتسيبوش، وانت بتسيبيني انا لانك بتسيبه في بيتي، بتسيبه في قناتي، ووظيف عندي، رجاء نحترم بعض. وشكرا والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.